ويمكن هنروح لموضوع تاني يا مصطفى، لجنة حقوق الإنسان. صحيح، احنا بنتكلم عن الحوار الوطني ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني. كان عندها امبارح جلسة نقاشية مهمة جدا حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز. هذه الجلسة شارك فيها ممثلين عن فئات مختلفة. تعالوا نشوف لقاء مع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وأحد المتحدثين في هذه الجلسة. الوطن يتسع للجميع، مصر للجميع، والكل سواسية في الحقوق والواجبات، وبالتالي لابد من مكافحة كافة أشكال التمييز. الحقيقة هذا هو العنوان الخاص بالجلسة اللي انعقدت، وكانت جلسة مهمة للغاية وخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وبيشرفنا في هذا اللقاء، وذلك طبعا في فعاليات الجلسات النقاشية الأولى في الحوار الوطني، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة كانت جلسة ثرية للغاية، وبها الكثير من الموضوعات والرؤى المختلفة اللي بتطرح، وده يمكن اللي بيميز الحوار الوطني، رؤى مختلفة وجهات نظر مختلفة، ولكنها كلها على طاولة واحدة للوصول إلى أولويات العمل الوطني ومصلحة الوطن في النهاية. إلى أي مدى حضرتك لمست ده في أثناء الجلسة ومن خلال الرؤى المختلفة اللي طرحت؟ النهاردة يمكن مع بدء أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة هناك 7 بنود يعني مبني عليها الحوار. النهاردة يمكن أول بند بيتم مناقشته هو إنشاء مفوضية عدم التمييز، وده اللي أتى في طيات الدستور 2014، وكذلك أيضا توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. ومن ثم كان هناك مشروع لقانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان تم إحالته في فبراير 2023 إلى من الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة ما بين لجنة الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. ومن ثم سيتم خلال الفترة القادمة عمل جلسات حوار مجتمعي من المتخصصين والمنظمات العاملة في هذا المجال ومراجعة مشروع القانون المقدم. نعم، بالتأكيد حضرتك لمست بداية من التحضير للحوار الوطني حتى وصلنا إلى النقاش والجلسات النقاشية الأولى مدى وجود إرادة سياسية حقيقية من قبل السيد الرئيس، وربما أنه استخدم سلطاته الدستورية في العفو عن بعض المحكوم عنهم، وكذلك أيضا أنه من أبرز القضايا والملفات اللي هتطرح على مائدة الحوار الوطني تعديل بعض المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي. إلى أي مدى بتجد أنه ذلك بيعد بالفعل ترجمة لما يؤكد عليه السيد الرئيس الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة ودولة ديمقراطية حديثة؟ قطعا، في ظل التحديات اللي مرت بيها مصر خلال الفترة الماضية ما نقدرش نحمل على نظام معين أو سلطة معينة موجودة في مصر. احنا دولة خاضت تجربتين من الثورات، تغيير أنظمة سياسية، تحديات اقتصادية، تحديات أمنية، تحديات سياسية، بداية من خارطة الطريق عقب ثورة 30/6 ومرورا بدستور 2014، انتخابات الرئاسية واستحداث البرلمان أو مجلس النواب الذي تم انتخابه في الفصل التشريعي الأول 2016. تمخض عن هذا العديد من التحركات السياسية في مصر، يمكن من أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. عقب هذا تم إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وكذلك أيضا إطلاق الحوار الوطني في منتصف عام 2022. على التوازي، المؤسسة التشريعية لم تنتظر أي توصيات أو إحالات، بل بالعكس قمنا طوعية بتقديم قانون الإجراءات الجنائية، وتم تشكيل لجنة فرعية من اللجنة الدستورية والتشريعية، ويتم مراجعة هذا القانون الآن الذي تم الانتهاء من تقريبا 80% من مواده أو البنود الخاصة بمشروع القانون. سؤالي الأخير لحضرتك سيادة النائب طارق رضوان، الحقيقة استجابة سريعة وكريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون في إشراف قضائي على الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بهذا المقترح، رؤيتك لذلك
من قبل القيادة السياسية، الإرادة السياسية الحقيقية اللي احنا شايفينها فعلا لتفعيل الحوار وجود الوطني. وجود إشراف قضائي هو صمام الأمان، لأنه نحن نؤمن جيدا بالفصل ما بين السلطات، ووجود قاضي على الصناديق يضمن للناخب أن صوته وصل إلى مستحقه، أو من قام بإدلاء صوته له قام بوضعه في الصندوق بشكل قانوني وبشكل لائق، والانتخابات والنتائج تخرج بشكل سليم ضامنة لسواء المشرع لكونه مشرعا، وضامنا أيضا للمواطن الذي أخذ على عاتقه التصويت لهذا المشرع. بشكر حضرتك شكرا جزيلا النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا حضرتك شرفتنا على شاشة القناة الأولى المصرية، شكرا ليك ومشاهدينا لسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية لكل الفعاليات الخاصة بهذا المنبر، وهو منبر الحوار الوطني اللي بيأدي دور كبير للغاية في تكاتف الرؤى المختلفة ووجهات النظر المختلفة للوصول إلى أولويات العمل الوطني ومصلحة الوطن والمواطن.